السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولاد بناتي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير ان شاء الله. النهاردة هنعمل رز المعمر ان شاء الله بدبابيس الفراخ. هنعمره بدبابيس الفراخ. انا هنا عندي طاسة حطيت فيها معلقة سمنة فلاحي على النار، وهناخد دبابيس الفراخ هنديهم الصدمة الحلوة دي. هنا عندي شوربة، وهنا عندي كوباية ونص لبن هنضفيهم على النار. كوباية ونص لبن هنضفيهم على النار. في اللحظة دي بقى يا جماعة هنحط فاصوليا مبشورة، نحط فلفل أسود حبة حلوين كده، ومعلقة ملح. مش هنزود الملح عشان انا عايزه طعم اللبن يبقى باين فيها حلو قوي. ونقلب كويس لحد ما تذبل البصلايه. كده يا جماعة الفراخ اخدت اللون الحلو اللي انا عايزاه، هنطفي عليه. هنا بقى عندي صينية حطيت فيها معلقة سمنة فلاحي كبيرة حلوة كده، ندهنها. هنطلع الوراك كده الدبابيس ونحطها نرصها كده. عندي كوبايتين الرز هنا مغسولين ومتصفيين، نديهم تقليبة كده مع البصلاية. ما شاء الله دي هتطلع حلوة قوي. كده بقى هنحط الرز على الورق الدبابيس في الصينية. الله طبعا هنحط ايه؟ اللبن. بسم الله ما شاء الله، بسم الله الرحمن الرحيم. كملوا بالشوربه يا جماعه علشان ايه ما يحصلش ويستوي كمان يبقى كويس. ما شاء الله حلو قوي كده.
الطعم بس كده، حلو قوي قوي قوي. هنا عندي قشطة اللبن ما شاء الله جميلة، وضعها كده. هنسيبها في التتبيله كده شويه بتاعت ربع ساعه يا جماعه، بعد كده ندخلها الفرن. انا هنحط لها معلقه سمنه فلاحي حلوه، ندخلها الفرن يا جماعه ونرجع لكم. ده يا حبايبي شكل وده بقى يا حبايبي شكل الصينيه بعد ما طلعت من الفرن، طعمها والله ما اقول لكم عليه، يا ريتكم تجربوه. تنسوناش بقى من الدعاء والاشتراك وتفعيل الجرس واللايك والشير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.